السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. لو عندك ليمون في البيت اعرفي ان انت عندك كنز، يعني هتخسي بامان 7 كيلو في اسبوع واحد، يعني كل يوم كيلو. ولو عندك دهون عند البطن والارداف المشروبات بتاعتنا دي هتخلصك منها تماما في اول اسبوع، هتشوفي النتيجة بنفسك لما تخسي 7 كيلو بدون رجيم بدون حرمان. يلا على طول اقولك عملنا المشروبات دي ازاي وازاي تكون امنة جدا جدا بشوية الحاجات البسيطة دي هتخسي 7 كيلو زي ما قلت. اول حاجة يا ستي معايا هنا نعناع، ممكن تستبدليه بالنعناع الفريش، وده قشر رمان. القشر ده انا جايباه من عند العطار، لو انت متوفر عندك قشر فريش بيكون اجمل كمان. كم واحدة يا كده، و شوية من النعناع الاخضر او الباكت اللي انا مستخدماه ينفع برضو. وكمان هستخدم شوية من الجنزبيل او الزنجبيل، مش عارفة اسمه ايه بالظبط، بتستخدمي منه معلقة صغيرة. دي اول وصفة. هنعمل ايه بقى عشان نحضرها؟ كل اللي هنحتاجه هنجيب كوباية كده او طبق اللي متوفر عندك، وتحطي فيه كوباية مية من الحنفية، كوباية صغيرة كده، وهتحطي النعناع وتحطي ورق الرمان ده او قشر الرمان، وهتحطي كمان الجنزبيل او الزنجبيل، وهتقلبيهم كده مع بعض زي ما انت شايفة كده، وهتغطيهم باي حاجة اي طبق كده او غطا. بس انا بدوب الاول بس الزنجبيل كويس. الوصفة دي هايلة جدا جدا جدا، بس كده سهلة قوي قوي زي ما انت شايفة. شايفة جاهزة اهي معايا. هجيب طبق واغطيها لمدة ساعة، وبعد كده اصفيها واشربها مرتين، مرة الصبح اول ما اصحى، والمرة التانية قبل ما انام على طول اشرب منها برضو فنجان. بتصفيها، انا هسيبها كده شوية وبعدين هنصفيها مع بعض. ده اول حاجة تعمليها اول ما تصحي. عايزة الطريقة دي وعايزة حاجة تانية، ممكن نجيب ايه بقى؟ نجيب شرايح من الليمون، الليمون الفريش بتاعنا عادي، كم شريحة كده بما يعادل ليمونة، ونجيب قشر الخيار ده، ونجيب ازازة مية. شايفة؟ ونحطهم جوه التلاجة لو احنا في الصيف، والصبحية هشربهم. وتقدري تكرري العملية دي زي ما انت حابة، مرة اتنين تلاتة اربعة. الطريقة دي حلوة جدا وامنة، وهتخليكي تخسي مية وخيار وليمون، شرايح ليمون وشرايح، مش شرايح بقى، خيار، قشر الخيار. تمام؟ ممكن تحطيهم في ازازة وتحطيهم في التلاجة، وكل شوية تشربي منهم شوية. على مدار اليوم تكوني شربتي لتر كامل من المشروب ده. وده تاني مشروب معانا. بالنسبة بقى للمشروب التالت اللي هيخسسك برضو زي ما قلتلك، وهيجيب معاكي نتيجة فعالة جدا، وبصراحة المشروب ده انا بجربه ومنتظم عليه كل يوم، لاني عندي زي بطن كده فكنت عايزة انزلها، ففعلا جابت معايا نتيجة حلوة جدا جدا. عبارة عن ايه بقى؟ باكت من الشاي الاخضر وجرام واحد من القرفة. جرام واحد يعني نص معلقة صغيرة. باكت شاي اخضر وزي ما قلتلك جرام واحد. طب هنحضره ازاي؟ احط الشاي كده وادي القرفة، واجيب مية سخنة. مية سخنة بتغلي كأني بعمل كوباية شاي عادي خالص. وهقلبها كده، طعمه مش سيء ولا حاجة، ما تخافوش يعني. طبعا كل المشروبات دي هتتشرب من غير سكر، ممكن تضيفي لها نص معلقة من العسل الابيض لو انت لسه يعني اول مرة تشربي الحاجات دي ومش مستلطفة طعمها، فتقدري تزودي نص معلقة من العسل الابيض. بصي هقلبهم كده كويس، وهسيبه بس 5 دقايق يبرد، وهروح على طول ان انا اصفيه.
هتصفيه وتشربيه مرة واحدة بعد الغداء. لو انتي اتبعتي التلات وصفات اللي انا قايلالك عليهم دول، هتخسي زي ما قلتلك 7 كيلو في اسبوع واحد بطريقة امنة جدا. وكل المشروبات بتاعتنا دي صحية وما فيهاش اي حاجة مضرة، بل بالعكس مفيدة جدا ومغذية للبشرة، زي المية والليمون وقشر الخيار. والمشروبات دي كلها حمضية، لما بتدخل المعدة بتتحول لقلوية، واحنا عارفين ان اي حاجة قلوية بتكون مفيدة جدا وبتطرد السموم اللي في جسمنا. يعني حاجات كده كلها امنة. هروح بقى اصفي المشروب ده والمشروب ده، واجي اوريكي شكلهم واقولك على اخر حاجة تعمليها علشان تضمني انك تخسي 7 كيلو في الاسبوع. وهتدعيلي ان شاء الله بعد الوصفة دي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي، ولو ما حطيتليش لايك حطيلي لايك، وفعلي زر الجرس على وضعك كله عشان يوصلك الاشعارات كلها. ويلا نصفي الحاجة وارجع لك تاني على طول. خلاص كده انا صفيتهم، صفيت المشروبات بتاعتي زي ما انت شايفة، ولكن اخر مشروب انا ما صفتوش. هحطه كده في ازازة زي ما قلت لك، وادخله في التلاجة واشرب منه كل شوية على مدار اليوم كله. اخر حاجة احب انصحك بيها انك تمارسي تمارين الضغط او تمارين البطن، علشان ده مع المشروبات بتاعتنا هيساعدك انك تخسي زي ما قلت لك في اسبوع واحد بدون حرمان بدون رجيم بطريقه امنه جدا وسليمه. ومرض السكر يقدروا يستخدموا الطرق دي كلها، امنه جدا على صحتهم، بل كمان مفيده كمان ليهم. يا رب الفيديو يكون بسيط كده وعجبك، ويكون تكوني استفدتي منه.